بالنسبة للمقاهي وشغالة بدون تقديم شيشة، مش كده؟ طبعا الشيشه لا تزال محظوره، والمقهى اللي بيقدم شيشه بيعرض نفسه لدفع الغرامه والاغلاق لمده اسبوعين، وتزاد الغرامه او تضاعف العقوبه لشهر كامل من الاغلاق للمقهى المخالف في حال تكرار المخالفه. المناطق السياحية اللي هي فيها سياحة، شرم الشيخ، الغردقة، الحاجات اللي هي فيها سياحة، هل دي مرتبطة بهذه القرارات ولا دي لها قرارات أخرى؟ يعني يقفلوا الساعة 11 أو الساعة 12 حسب لو في أجازات أو أيام عادية. ده القرار الخاص بهم بيصدره السيد وزير السياحة، ما يعني بتختلفش كتير في الساعات، لكن بيكون طبعا لهم وضع خاص باعتبارها أماكن سياحية. إن شاء الله يعني ننتظر خلال قبل 1/6 هيصدر القرار الجديد من السيد وزير السياحه يحدد مواعيد الاغلاق للاماكن السياحيه، الاماكن التي تتواجد في المحافظات الساحليه والسياحيه. طيب خلينا نتكلم على ملف كورونا، ايه اللي تم عرضه النهارده؟ وبالنسبه لنا الاصابات اللي موجوده النهارده بدات تقل شويه ولا احنا في حدود المعقول، ولا وهل تجاوزنا اللي كنا خايفين منه اجازه العيد وكده تجاوزناها؟ بالقطع تجاوزنا الفترة اللي كنا خايفين منها، اللي هي فترة التزاحم في النصف الثاني من شهر رمضان وأيضا فترة أجازة العيد. انعكس ده على أن الوضع الصحي في المستشفيات، بدأ الضغط يقل في المستشفيات، بدأ الضغط يقل على أي المخزون الاستراتيجي لدينا من الأكسجين. هذا المخزون لم يمس على مدار الأسبوعين الماضيين، ده معناه أن أنت لم تضطر إلى أن تسحب من مخزونك الاستراتيجي من الاكسجين اللي هو بيقترب من 2 مليون لتر، لم تضطر ان انت تسحب منه على مدار اسبوعين كاملين. ده معناه ان ما فيش ضغط ولا في يعني حاجه ان انت تسحب منه، وفي الوقت ذاته بيتم ضخ كميات كافيه من الاكسجين للمستشفيات. واي مستشفى حاليا زي ما الدكتوره هاله زايد وضحت النهارده في الاجتماع، لديها من الاكسجين ما يكفيها 4 أيام كامله. لو ما يعني لو ما تمش تزويدها على مدار الـ4 أيام، يعني هي تستطيع ان تعمل دون ان تتلقى المزيد لمده 4 أيام كامله لديها من المخزون الاكسجين يكفيها 4 أيام. في كل المستشفيات. في كل المستشفيات، هذا ما ذكرته الوزيره اليوم. فده بالاضافه طبعا لحاجه مهمه جدا او اللي قلتها في الاول، اللي هو المخزون الاستراتيجي بتاعنا اللي هو الـ 2 مليون لتر لم يمسوا على مدار اسبوعين. ده شيء جيد. ايضا الجيد في الامر ان نسبه الاشغال في غرف الرعايه المركزيه على مستوى الجمهوريه تقريبا 51%، فلديك 49% من غرف الرعايه المركزه هي غير مشغوله حاليا. هذا ايضا ورد في عرض وزاره الصحه.